النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لعن المتنمصات، وعند مسلم لعن النامصة. ولذلك لما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ألا ألعن ما لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت امرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني لم تبقى معنا كما بينت ذلك رواية أبي داود. فهذا الحديث يدل على أن النامصة هي التي تزيل الشعر من الحاجبين، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم هنا، فلم يقل صلى الله عليه وآله وسلم إن النمص إنما يكون بالنتف، أو إنما يكون بالحلق، أو إنما يكون بإزالته كله، أو أنه يجوز بإذن الزوج للتجمل ولغيره أو لأي غرض آخر. فدل هذا على عموم تحريم النمص، وأنه لا يجوز أن ينتفى كله أو بعضه، وكذلك لا يجوز حلقه أو حلق بعضه، وكذلك لا يجوز ترتيبه ولا ترقيقه. ولذلك أبو داود رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، وقد فهم من ذلك لما ذكر الحديث، قال: هي التي تنقش الحاجب حتى ترققه. فدل هذا على أن الترقيق والتسوية أو إزالة البعض منه بأي نوع من أنواع الإزالة، من نتف أو حلق أو غيره، حتى بمواد ربما تأتي مستقبلا بإزالته، فإنه يكون محرما. ومما يؤكد أنه لا يجوز النمص حتى ولو أذن الزوج أو للتجمل له، قول عبد الله بن مسعود الذي سبق من أنه قال: لو فعلت ما وافقناها وما بقيت معنا. اللهم إلا إذا كان هناك ضرر، فالقاعدة الشرعية الضرر يزال، وذلك بأن يكون الشعر كثيفا بحيث يؤذي العينين، فإنه يزال منه بقدر ما يذهب هذه الأذية، فالضرر يزال، ولكن هذا الضرر يزال بقدره، فلا يزاد على ذلك إن وجد ضرر. إن لم يوجد فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وإنما جمالها في تطبيقها لشرع الله، في حرصها على أن تقوم بأمر الله عز وجل. فإن فعلت فإنها بإذن الله ستصبح من أجمل النساء في عيني زوجها، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا.